بص، كنت بكلم حضرتك عن محمد الشناوي، ليه دور مهم جدا خارج الملعب وايضا داخل الملعب. يعني في كلمتين كامل الاوصاف كامل في هذه الأوصاف. الفتره. كل ما تبحث عنه من جوده موجود في الشناوي الفتره دي. في الفورمه بيقوم بدوره الكبير قوي مع اللاعبين داخل الغرفه، القياده عنده، التركيز العالي. يبقى التجديد هي المشكله الحائره التي يجب ان تحسم في اسرع وقت حتى يطمئن اللاعب على مستقبله. واعتقد انه يعني دي هتكون، بس حاسس انها مش واخده من تركيزه حتى، هو تركيزه في الملعب لكن هتديله اكتر. يعني دي ميزه فيه ان هو فاصل فاصل عقله وذهنه وانشغاله عن مستقبله عن وظيفته في النادي الاهلي. لكن لعيب الكره في حاجه الى ثبات انفعالي، ثبات انفعالي يعني ده بيجي من حاجات كتيره قوي، بيجي من شغله، بيجي من بيته، بيجي من عمله، من اصدقائه، كل الامور دي بتاثر على اي انسان مش لاعب كره فقط. وبالتالي يعني انا اشعر بانه في حاله من الانشغال الذهني شويه، عايز يعرف راسه من رجليه. وبالتالي خلي بالك كان الموضوع ده قريب من الانتهاء في الاجنده الدوليه اللي فاتت دي، كان الكابتن محمد رمضان هيعمل جلسه وينهي الموضوع مع محمد الشناوي، لكن انضمامه للمنتخب مع الكابتن حسام حسن هو اللي ممكن يكون اخر موضوع. لكن الامور يعني شبه منتهيه ومحسومه مع محمد الشناوي. ان شاء الله ان شاء الله تتم حتى يصفى تماما الذهن ويركز في ما هو قادم من مباريات صعبه. تمام.